اهلا بيكم في حلقه جديده من اللعبه من يلا كوره. معاكم احمد شكري. نجم اللعبه النهارده واحد من مخضرمين الدوري المصري، حارس لاعب لانديه الجونه، انبي الانتاج الحربي، سيراميكا كليوباترا. ضيفنا النهارده عامر. عامر منور يا عامر. اخبارك ايه؟ منور يلا كوره. ربنا يكرمك. سيراميكا كليوباترا كانت اخر محطه ليك. كان في كلام عن التجديد لكن في النهايه عامر ما جددش، ايه السبب؟ والله فترة من فترات كده مستر معتز بطاوي من شهر يناير اللي فات اتكلم معايا، قال لي عايزين نجدد معاك. قلت له انا عندي عروض كتير، قال لا انت مستمر معانا وهتكمل معانا. كان كل فترة يكلمني ما تقعدش مع حد، ما جددش مع حد، ما تمضيش مع حد. في الفترة الأخيرة عرفت ان اتجاههم في اتجاه تاني خالص، ان هم يرجعوا كوكو من الإعارة يبقى موجود مع بسام، مع علي الجبري يكون الصغير. فانا قلت لا، انا اتجاهي هيبقى اتجاه تاني خالص، ان انا خلاص انا مش ليا ماليش دور في النادي، فلازم ان انا امشي. يعني عامر، كان القرار فني ولا كان قرار من الاداره؟ والله هو ممكن تقول القرار من الاداره، لان القرار مش فني خالص. الحمد لله انا بشتغل وبجتهد وبعمل اللي عليا، انما هو قرار من الاداره. هم اتجاههم ان هم يجيبوا كوكو يبقى موجود مع بسام، فخلاص ده اتجاههم هم وقرارهم هم، فيحترم على كل حال. هل كان في اي مشكله مع حلمي طولان؟ لا هي مش مشكله والله، هو كان في كابتن حلمي كده قال عامر الفتره اللي فاتت الاخيره دي مش مهتم، عامر بقى فري ومضى مع فرقه تانية، فهو مش مهتم مع بالفرقه ومش مركز مع الفرقه، ف قال لك انا مش محتاج عامر الفتره دي، فبعدت شويه عن الفرقه يعني. طيب جالك عروض في الفترة الأخيرة خلال وجودك مع سيراميكا كليوباترا؟ خلال أني فترة بالظبط؟ الأخيرة قبل ما تمشي على طول. قبل ما أمشي من النادي كان في عروض كتير جدا وما كنتش برد على حد، لأن كان خلاص إن أنا موجود مع الفرقة وأستمر مع الفرقة وهجدد. بس ما اللي حصل ده طبعا كان بالنسبة لي مش هقدر أقول صدمة قد ما كنت متفاجئ من رد فعل الإدارة، إن هم يقعدون كل الفترة دي أو نقعد كل الفترة دي على اساس ان احنا هنجدد وفي الاخر ما نجددش. مع بدايه ظهور سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز كان عامر عامر الحارس الاساسي. قدمت اول موسم بشكل ممتاز جدا، الموسم اللي بعده جه محمد بسام، عامر اختفى. ايه سبب عدم ظهورك بمجرد ما جه محمد بسام؟ لا هو انا لعبت موسمين قبل ما بسام يجي، مش موسم واحد، موسمين. فالحمد لله الموسمين كنت مادي بشكل كويس جدا، سواء مع الكابتن هيثم شعبان او مع الكابتن ضياء السيد لما كمل، سواء لما كان برضه كابتن هيثم شعبان رجع تاني، كابتن احمد سامي. فالحمد لله كنت ماشي بشكل كويس جدا. اتفاجئت الموسم اللي فات ان الاداره جابت محمد بسام، فطبعا كان قبل القيد بيومين، فما قدرتش ان انا اعمل حاجه او ما العروض ما كانتش خلاص مش موجوده معايا، فكملت الموسم والحمد لله كملت الموسم على خير من غير اي مشكله، ما عملتش اي مشكله في النادي، لان انا لاعب محترف في الاول وفي الاخر، بحترم اداره النادي، بحترم قرار الجهاز الفني. فكملت الموسم والحمد لله يعني مشيت برضو وانا مش عامل اي مشكله الحمد لله. بس انا عارف ان انت علاقتك بمحمد بسام كويسه جدا. كان ايه طبيعه العلاقه بينكم وانتم يعني حراس، يعني انت حارس كبير وهو حارس كبير، ازاي كنتم بتتعاملوا مع بعض الفتره الاخيره؟ بص انا الحمد لله من بدايه ما لعبت كوره او تواجدت في الدوري الممتاز، عمري في اي نادي ما كان في مشكله بيني وبين اي حارس مرمى، لان انا عندي قناعه الحمد لله ان اللعب ده رزق، وان تواجدك في الملعب ده رزق، ورزقك هتاخده حتى ومين كان معاك. فلا محمد بسام يعني انا بحبه على المستوى الشخصي من اول يوم، ما حسيتوش ان هو واحد غريب او انت جاي عليا فانا هبقى مش حابك او مش مستلطف وجودك معايا. فالحمد لله ان انا عرفت اتعامل معاه بالطريقه دي. يعني في حزن شويه في كلامك، مصدوم؟ مصدوم من قرار الاداره ان انت تقعد من شهر واحد لشهر ستة، انت خلاص ما تقعدش مع اي حد، مع اي مسؤول من اي نادي، انت هتكمل معانا ومجدد معانا. ده كلام الاداره يعني، اي حد في الاداره كان بيتكلم معايا بالطريقه دي، ان انت موجود معانا وهتجدد والموضوع منتهي يعني. في الاخر ان هو اتجاههم يبقى اتجاه تاني خالص، ده اللي صدمني بصراحه. لعبت لينبي، الجونه، الانتاج الحربي، سيراميكا. عايز افضل فتره حسيت فيها باكتفاء معنوي، او يعني افضل فتره معنويه ليك وفتره فنيه طبعا، يعني ايه اكتر فريق كنت مرتاح فيه نفسيا واكتر فريق حسيت فيه ان انت كنت في اعلى مستوياتك؟
بص، هو الفرقة كلها اللي لعبت معاها الحمد لله كنت ليها بصمة فيها وأديت بشكل كويس جدا، سواء مع إنبي، مع الإنتاج الحربي، مع الجونة، مع سيراميكا. فالحمد لله أنا بعتز طبعا بالأندية كلها اللي أنا لعبت فيها. بس خلينا نتكلم بقى، يعني يمكن أفضل فترة يعني الناس شافت فيها عامل متعلق ويستاهل إن هو موجود في المنتخب فترة الإنتاج الحربي. 36 سنة كحارس مش كبير. سؤال ممكن يكون سابق لأوانه بس هسأله، شايف قدامك مثلا قد ايه في الملاعب؟ بص، انا كنت بتكلم مع عصام الحضري مع حفظ الالقاب طبعا، ان شاء الله باذن الله ان انا يعني سن ال 40 وال 41 ده ان شاء الله هعديه باذن الله، وده كان تحدي ما بينه وبينه، وان شاء الله باذن الله في المستقبل التحدي انا هكسبه باذن الله. يعني انت اتكلمت مع عصام وتحديته ان انت تقعد في الملعب اكتر منه؟ مش اكتر منه، لا، مش حد يقعد اكتر من عصام الحضري في الملعب. قلت اتعدي، انت قلت لا على سن ال 41. هو قال بيقول لي هتكمل لحد سن ال 40 ولا ال 41 ولا، قلت له ان شاء الله اعدي ال 40 وال 41 وابقى موجود في الملعب. ايه بقى بعد ال 40 او ال 41 دي بقى بتاعت ربنا ان شاء الله. كان رده ايه عليك؟ قال لي بص هتشتغل زي ما انا كنت بشتغل في الحضري، يعني هتكمل ال 45 وال 46 كمان. طيب سؤال برضو سابق لأوانه بس هسأله، فكرت بعد الاعتزال هتكون ايه؟ هل مدرب؟ هل هتشتغل مثلا في الاعلام؟ هل هتغير الكارير خالص؟ بص، هو انا ما بحبش اسبق الاحداث، يعني انا حاليا بلعب ومهتم جدا ان انا موجود في الملعب، انما ان انا بعيد بعد الملعب او بعد ما اخلص لا، دي لسه ما فكرتش فيها خالص. عامر طفل صغير اللي لسه ما يعرفش فين طريقه، كان بيشوف مين مثل أعلى بالنسبة له وكان بيعجب بيه جدا من حراس المصريين يعني أو في الدوري المصري؟ كان مين الحارس اللي بيبهرك بأداء أيام ما كنت لسه صغير قبل ما أبدأ كورة خالص؟ أوكي، قبل ما تبدأ كورة كان طبعاً كابتن أحمد شوبير. مثلك الأعلى أحمد شوبير؟ كان وقتها كابتن أحمد شوبير، قبل الفضائيات بقى وقبل الحاجات دي كلها بقى، كان القناة الأولى والتانية والحاجات دي كان كابتن احمد شوبير. ولما لعبت في الدوري المصري برضو كان لسه مسرك الاله احمد شوبير؟ هو يعني لحد دلوقتي كابتن احمد شوبير طبعا، وكابتن عصام الحضري عالميا بوفون. بوفون